هيدا اللي ما صار امبارح. بتصور كنت واضح. هيدا اللي ما صار امبارح وما صار بفعل وضعيات سياسية على هذا الموضوع. رحنا إلى أبعد من هيك، إلى موضوع ربط قرار المجلس الدستوري بالصفقة. يعني حضرتك متابع وبتعرف أنه في كان صفقة عم تنصاغ، شبكت كل هالدنيا ببعضها، شبكت مجلس النواب بتحقيق المرفأ، بقرار المجلس الدستوري، باجتماع الحكومة، شبكت هالدنيا كلها ببعضها. وكمان اليوم لما نحكي عن صفقات تدخل فيها كل هذه المؤسسات، خلينا نقول يلي هي مفروض تكون مؤسسات مترفعة عن كل شيء، طيب ما هذا الشيء بخليك قد ما تجرب تحسن الظن بياخدك إلى أماكن أخرى. بموضوع الصفقة يعني قيل أنها موجودة، و كمان يعني المعنيين بهذه الصفقة نفيوا الشيء وضده، الشيء وضده نفيوا، لذلك ما بنقدر نعول عليها لأنه ما في شيء قدامنا حاصل ومحقق، بدنا نبني على أشياء ملموسة أكثر. شو هي الأشياء الملموسة؟ من جملة الأشياء الملموسة إذا كانت هذه الصفقة بين مزدوجين لما ظهرت يعني للعلن لحد هلا إنه تسربت تسرب، إذا كانت بتتناول بقسم منها السلطة القضائية أو يعني اللي أشخاص اللي هن على رأس السلطة القضائية متعددين ثلاثة أربعة ما بعرف قديش بالضبط، فهذا شيء حقيقة أنا ما بقدر أتصور كقاضي إنه بمناسبات حرجة موجودة بالبلد هالقد، ببلد هالقد بده إصلاح، ببلد هالقد عنده حاجات اجتماعية وإنسانية يومية، ببلد يكاد المواطنين بالإجمال تقريبا بيفقدوا الثقة بانتماء للدولة مش للوطن، إنه نفكر يعني نعمل شيء ونقول إنه لازم نشيل يعني رؤوس السلطة القضائية أو المسؤولين الكبار ونحط محلهم حتى يكونوا مرنين أكثر أو ينصاعوا لإرادتنا أكثر. أنا كنت بحب سيرك، كنت بحب سيرك بموضوع الصفقة، ولكن امبارح الوزير جبران باسيل بحد ذاته بمؤتمر الصحافي اعترف وقال إنه قبل صدور قرار لا قرار من المجلس الدستوري جرى الاتصال فيه، وآخر خلينا نقول كانت آخر محاولة لدخوله بالصفقة. هو مسؤولين عم يعترفوا بهالموضوع، يعني كنت بحب انه تكون مش 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 مظهره صفا، لا مظهره ومكتره واخده القضاء بالطوفه معها، لانه هيدي جزء من هذه الصفقه هو المجلس الاعلى لمحاكمه الرؤساء والوزراء وبالتالي تحقيق المرفأ، ومثل ما قلنا نربط بقبول وعدم قبول طعن من المجلس الدستوري وشبكوا هالدنيا ببعضها. ف معلش رئيس في صفقة وضحت المعالم، يعني هالقد إذا كان هالأمر هذا سيتناول إزاحة تناول، ما هو بصلبه هو موضوع القضاء إلى الأسف، اللي ما بشوفه أنه ملائم يعني للموضوع هذا. بالعكس نحن بوقت هلأ بحاجة أكثر من أي وقت كان لدعم القضاء ودعم السلطة القضائية والإدارة القضائية حتى تتابع عملها لتحسين وضع القضاء ويعني وترميم الثقة اللي إلى حد ما يعني مفقودة مرات بين القضاء وبين الناس. صحيح. هذا اللي نحن بحاجة له. كل ما عم بيصير قصص من هالنوع عم تنفقد ثقة أكثر بدل ما يكون في محاولات لترميم. السؤال الكبير اليوم ماذا بعد القرار؟ لأنه في ناس حطوا لنا قرار المجلس الدستوري ما قبل القرار غير ما بعد القرار وسيترتب عليه نتائج سياسية، وفي اتهامات بين الأطراف السياسية بين بعضهم. السؤال طيب شو بعد؟ سقطة وراء سقطة للمجلس الدستوري، وهذا ليس الخطأ الأول الذي يرتكبه المجلس الدستوري، يعني في كذا، يعني في عنا إشكالية النصاب القانوني اللي بعدها معلقة وهلأ بدنا نحكي فيها، في غير هذا المجلس سبق وسمح بإمرار موازنة بلا قطع حساب، سبق وسمح بأنه ما يتم التوقيع على جداول مجلس الخدمة المدنية وملء الشغور بالشغور بالدولة، يعني بوظائف الدولة بسبب موضوع طائفي وكمان بسبب سياسي، يعني في عدة هيك سقطات وراء بعضها صارت المجلس. السؤال اليوم
طيب جاي ناطرنا اشياء كبيره، بعد جاي ناطرنا انتخابات بتصير ولا ما بتصير، وهيدا اللجوء لها وبيطعونا للمجلس الدستوري، جاي ناطرنا في حال ما صار انتخابات عمليه تمديد لمجلس، هذا المجلس ممكن انه يرجع ينتخب رئيس جمهوريه وفق اي نصاب 59 ولا 65، يعني جاي قدامه شغل كبير هذا المجلس الدستوري بالمرحله المقبله، كيف بده يقوم فيه ومين بعد بده يلجا للمجلس الدستوري أو معلش على الكلمة يصدق أي شيء بيصدر عن هالمجلس الدستوري؟ بدنا نحكي شوي بالماضي وبالمستقبل. تفضل. يعني الماضي والمستقبل. بالماضي ذكرتي بعض الأشياء مثل كيف صدق على الموازنة بدون قطع حساب. يعني أنا بقدر أكد لك أنه حتى مع أعضاء أو مسؤولين سابقين بالمجلس الدستوري حكيت معهم شخصيا، ناقشنا هالموضوع وغير التبريرات اللي عطيوها بالقرار استثنائية، غير التبريرات اللي عطيوها بالقرار، يعني بتعرفي من التبريرات بيجيكي شخصيا بتصير ميلة للإقناع أو لبعض الإقناع أكثر. يعني اعتبروا أنه إذا ما عملنا، إذا ما وافقنا على الموازنة الخطيئة بتكون أكبر بكثير من أنه يتم مخالفة هذه المادة الدستورية، فوضعها تحت موضوع الاستثنائية والأوضاع القائمة. بهالمعنى هذا، بهالمعنى أنا مش معناتها أني عم بدعي لمخالفة الدستور بصورة خاصة أو أي قانون من القوانين، ولكن هذا التبرير الموجود بالقرار واللي أنا فهمته شخصيا من مسؤولين كبار بالمجلس الدستوري. هذه بعض ما يتعلق بالماضي. بالنسبة للمستقبل على سبيل المثال التمديد لمجلس النواب، أكيد أكيد ما حدا عم بيتجرأ سياسيا يقول أنه ما في انتخابات، ما بدنا انتخابات، وما حدا عم بيتجرأ يقول أنه التمديد أفضل من إجراء الانتخابات. ولكن نرجع كمان لشعورنا نحن، لأنه نحن بنمثل كمان، بنمثل كل مواطن برأيه بيمثل يعني قسم كبير من الشعب اللبناني. إذا ما في تداول سلطة بلبنان وخاصة بهالمرحلة هاي، معناتها عم نرجع لخلف أو عم نتدهور أكثر منا متدهورين لحد هلا. أما إذا لا سمح الله برأيي أنا لسبب من الأسباب صار التمديد، فما بنقدر نحكي عن رأي المجلس الدستوري قبل ما حدا يطعم بالتمديد وفقا للأصول. مثل ما بتعرفي مراجعة المجلس الدستوري في أصول لها، ما بدي فصل الأصول، معروفة صارت لمن يطعم بهذا التمديد ساعتها بنشوف شو موقف المجلس الدستوري، كأنه مع يعني إنعاش الحياة الديمقراطية أو لا، كأنه في أسباب ظرفية أو ظروف استثنائية قاهرة جدا تحول دون إجراء الانتخابات أو لا، ساعتها بدنا نحكم على رأيه. السلطة عنا ما في أشطر منا بتدوير الزوايا وبخلق مخارج. مزبوط. بس ما بدي أحكم على رأيه، يعني ما عطيوا قرار ولا تمت المراجعة ولا تم طيب التمديد. بس هيدا شو يعني؟ ما هيدا لا قرار بحد ذاته مصيبة. يعني اليوم بيّن وكأنه هذا المجلس الدستوري تخلى عن مسؤولياته وعن صلاحياته أكثر. يعني اليوم لما بنقول أنه أخي مجلس النواب أو رئيس مجلس النواب بيقرر شو كيف تكون الأغلبية النصاب، يعني إذا هلأ نحن عندنا مشكلة 65 والـ59 نتكل على الأعراف ولا على القوانين ولا مين بيفتي فيها؟ هذه النقطة كان منتظر من المجلس الدستوري يفتي بهالموضوع تحديدا ليشوفوا كيف بدها تمشي الأمور. هلأ عاية نصاب بالنسبة للأكثرية يعني مش من صلاحيته، من صلاحية مجلس النواب. هي اصلا هيدي من صلاحية مجلس النواب، لانه هيدي تتعلق بتفسير الدستور. هيدي تفسير الدستور إشكالية. وهيدي الصلاحية او الإشكالية اللي اخذها المشترع من المجلس الدستوري اللي كان يعني كانت معطاة له بوثيقة الوفاء الوطني. اذا هلا نحن نوضحها لمرة نهائية، موضوع تفسير الدستور هي من صلاحية مجلس النواب، رئاسة مجلس النواب أو المجلس الدستوري؟ لا، مش رئاسة مجلس النواب، من صلاحية مجلس النواب. ليش؟ لأنه مجلس الدستوري لمن أنشئ أو لمن صار في مشروع لإنشائه أناطوا فيه ثلاث صلاحيات: النظر بدستورية القوانين، النظر بنتائج الانتخابات الرئاسية والنيابية، وتفسير الدستور. هودي باتفاق الطائف وثيقة الوفاء الوطني. لما اجوا على التصويت على الدستور الحالي سقط التفسير الدستور، سقط تفسير الدستور اللي انا ضد هذا الاسقاط كليا.
لأنه عم بيصير تفسير الدستور بمجلس النواب وفقا لرغبات الكتل السياسية، يعني الأكثرية بتفسر الدستور على ذوقها، وإذا كان المجلس شبه مقسوم بأكثرية قليلة بيكون في بالبلد رأيين دستوريين وهن رأيين سياسيين، لذلك يقتضي أنه نرجع ونصحح المسار هذا ونعطي المجلس الدستوري صلاحية تفسير الدستور.